Let's talk عربي شوية. راح نسولف عربي عن ضيف اليوم لأن في صوته بحة حزن وشجن تعبر عن آلام العراق وحنين المغترب العراقي لبلده. بالوقت نفسه أغانيه كلها بهجة وفرحة وحب للحياة. في بدايته سبب حالة صدمة لأنه كان جريء ومتمرد على الأعراف الموسيقية والنمطية اللي كانت تسيطر على الأغاني الشرقية بوقتها. واليوم بعد أكثر من 6 عقود في الفن أغانيه وموسيقته تلف العالم وما في 2 يختلفون عليه وعلى عبقريته في العالم العربي وحتى خارج العالم العربي. النمط اللي يقدمه ضيفنا يستصيغه ويفهمه كل إنسان من كل مكان بالعالم بغض النظر عن اللغة اللي يتكلمها. ضيفنا خلق مدرسة خاصة فيه بأسلوب سهل ممتنع وأدخل الآلات الغربية على أغاني من التراث يمكن نسيناها وهو ذكرنا فيها أو حتى عرفنا عليها من يده جديد. هو كان من أول اللي دخلوا آلة الكونترباس لأغاني العرب وبنظره وجود هالآلة ضرورة لأن الآلات الشرقية اللي عزفها وبطريقة جدا مختلفة خلقت تناغم بينها وبين الغربية من نوعها في خطوة سباقة واستثنائية. الوطن هو الحياة، هو الروح، هو المدرسة، نتغزل بهواه، بشمسه، بنخله، بنهره. هذه الكلمات قالها ضيفنا الموسيقار إلهام المدفعي عن وطن العراق اللي كان دائما حاضر في ذهنه بمسيرته قضاها بالترحال والأسفار والهجرة والتعب، ولكن بالنهاية وظف كل هذه الظروف الصعبة بشكل إيجابي انعكس على موسيقته وسعد الملايين من جنسيات وثقافات ولغات ولهجات حتى مختلفة. يحضرون حفلاته في مسارح مثل يونسكو في باريس، رويال ألبرت هول وكوين إليزابيث هول وحتى مهرجان غلاستنبري في بريطانيا ودور أوبرا وايد حول العالم. في البداية كانت من بغداد في بيت كانوا صغار وكبار ورجال ونساء أبي يعشقون الموسيقى. بعمر 12 سنة ضيفنا عزف على الجيتار ومنها جرب أغنية فوق النخل اللي وايد ناس عبالهم إنها فوق النخل اللي صارت ما تفارق حفلاته وفي إطلالاته التلفزيونية لليوم. خلونا نوقف عند فوق النخل اللي ما أعتقد أن في أحد ما يعرفها اليوم وصارت وعرفناها أكثر مع الفنان الموسيقار إلهام المدفعي. فوق النخل والله في ناس ما يبوني حتى أوقف الأغنية، أنا أدري وفاهم، بس لازم نروح. إن طبعا كلنا عارفين مرحلة سفرة للندن علشان يدرس الهندسة المعمارية على خطى أخوانه وشلون أثرت هالمرحلة على منظوره الموسيقي وأضافت إلى ثقافته. ولأن المغترب دايما يحل بلده كان الموسيقار إلهام المدفعي يغني في مطعم البيت البغدادي اللي لفت نظر حتى الفنانين الغربيين لما كان هناك، من دونافن ولجورجي فيم وبول مكارتني من فرقة البيتلز وغيرهم. يعني عشان كذي بالغرب يلقبونه في بيتل بغداد نسبة إلى هالفرقة العريقة، وفي العراق يسمون الأعمال التراثية اللي جددها إلهاميات حتى باسمه مثل أغنية زوروني مثلا اللي سجلها في السبعينات. ولأن موسيقته خذت طابع أو نمط الورد ميوزك فطبيعي أن لفت نظر شركات إنتاج عملاقة وعالمية مثل EMI اللي طرح معاهم ألبوم حمل اسمه إلهام المدفعي وعرفناه باسم خطار في سنة 99. هالألبوم بالذات سمعته ونشاطه وانتشاره كان كبير عند الكبير والصغير وانتشر في كل العالم وجمع أغاني وايد جديدة قديمة مجددة مثل أغنية مالي شغل بالسوق اللي لازم نوقف عندها ونرجع نتذكرها مع بعض الحين. مالي شغل مبيعات الألبوم حول العالم كانت كبيرة لدرجة أنه حصل على الأسطوانة البلاتينية وبعدها شفنا تعاونات أكثر مع EMI مثل ألبوم بغداد 2003 ودشداشة في 2009. بس شلون نسولف عن 99 وما نشغل خطار الأغنية اللي حققت نجاح وايد كبير للموسيقار إلهام المدفعي. اليوم بعد هالمسيرة الطويلة والحفلات والتعاونات الضخمة لا زال حلم هالموسيقار الكبير أنه يغني في مقهى اسمه مقهى الزهاوي. مقهى متواضع تأسس في سنة 1917 في شارع المتنبي في بغداد، لكن لا زال كتاب ومثقفين وموسيقيين وفنانين من كل الطوائف والأديان يتمشون في هذا الشارع ويتنفسون الثقافة اللي كان العراقيين دايماً يدورون عليها. ومن عمان في الأردن المكان اللي استقر فيه بالسنوات الأخيرة أطلق ضيفنا أغنية جديدة اسمها بعد الغياب لازم تعود وهي ديو مع الفنانة نادين الخالدي من فرقة طرباند. الاسم وايد يعني فيه
فيوجن بين الاسمين طرب وباند، لأن الحياة لازم تستمر، ومثل ما قال ضيفنا بكلمات معبرة وجميلة، يجب أن نستمر في الغناء في كل الظروف حتى نبعث رسالة أمل إلى العالم. فالموسيقى لغة الشعوب، تعبر كل الحدود وتصل إلى أقصى بقاع العالم. لازم الحين نسمع بعد الغياب لازم تعود، السنجل الجديد بتوقيع الموسيقار إلهام المدفعي. بعد الغياب لازم تعود. بعد كل هذا الكلام خلص دوري وخلص الكلام اللي أنا لازم أقوله، لأن الحين معاي الموسيقار إلهام المدفعي على الهواء. مساء الخير وحياك الله في مارينا أف أم وفي برنامج Let's Talk. يا أهلا وسهلا ويا مرحبا. يا أهلا فيك وحياك الله في مارينا أف أم. حلوة. أشكرك. الله يسلمك. العفو ولو. حقيقة خليتني اشتاق لكم واشتاق للكويت والله. واحنا مشتاقين لك وجمهورك مشتاق لك اكثر. بالله العظيم يعني اليوم في النهار طيب حلو ومشمس وكذا، وتعرف احنا من تطلع الشمس وعد نفسيته يصير غير شكل. صحيح يعني جدا. بعد الغياب لازم تعود، شاركتك فيها الغناء الفنانة العراقية نادين الخالدي، مؤسسة فرقة طرباند. ونادين معروف أنها هاجرت من العراق إلى السويد في تقريبا صار لها 20 سنة، وهناك أسست الفرقة ومزجت الأساليب الموسيقية بطريقة تذكرنا فيك، وحتى حياتها فيها شبه من حياتك بما أنك عشت الغربة وأسست فرق موسيقية تويسترز وفرق أخرى منها فرقة الهام المدفعي. شنو إحساسك لما تشوف أجيال جديدة قاعدة تخطي خطاك وتمر في تجارب تشبه التجارب اللي انت مريت فيها شخصيا؟ فعلا تخليني طبعا اتذكر مراحل من حياتنا احنا اللي مرينا بيها. حقيقة واحد من يشوف العالم وين دا يوصل، فاحنا في الجزء يعني جدا ضئيل بالنسبة للآلاف والملايين المهاجرين في هذا العالم. وكل واحد اللي طامس في مشاكله وطامس في بس يريد يعيش، يعني من نشوفهم دول نقول الحمد لله والشكر. احنا يعني طبعا كل واحد لقى له زاوية في هذا العالم، وقدرنا الصوت يقدر يوصل الى ابعد نقطة. بس الطريقة والوقت والأسلوب في معايشة العالم كله في هذا يعني في هذه الحياة خلينا نقول مو سهلة حقيقة. صحيح. إذا كانت هي بالسويد أو في إنجلترا أو ألمانيا أو نشوف العالم وين توصل يعني مع شديد أسف. فبدت الشغلة تأخذ يعني زوايا أخرى. بدينا نفكر بالعالم هذولا شون نقدر احنا نحل مشاكل العالم. فكل واحد من مشاكله يقدر يستفيد انه نقدر بلكي لابد انه اذا نقدر نحل مشكلة من هالمشاكل الكبيرة حقيقة واللي يعاني منها العالم. فنفس الشيء يعني نادين ما قصرت في رسالتها من السويد، وكذلك آلاف يعني الأصدقاء والفنانين وكل واحد من جهة ومن نتقابل كل واحد يعني كأنما يحكي للثاني يعني حكايته وقصته وحياته وشون مرت وشون كذا. فما كان فد شيء سهل حقيقة، والتطبيع في بلد ثاني مو سهل. وأنا إنسان يعني متربي ووالد في ذاك البيت وهاي الشجرة وهذا الباب وهذا القفل وهذا شيء ثاني اللي بقى الآن هو جزء من الخيال. يا رب يعود في يوم من الأيام. بعد الغياب لازم يعود، ولازم تعود هذه الذكريات. نفس اسم أغنيتك الأخيرة. هذه الأغنية اللي كتبت كلماتها نادين الخالدي بالاشتراك مع الشاعر الأردني عمر ساري، وأنت توليت تلحينها مع نادين. شنو سبب اختيارك لهذا النص بالذات وإيمانك بالأشخاص اللي في هذا العمل؟ فعلا هي كانت في يعني ظروف
كان الوقت رأس السنة ووقت تغيير السنة، وكنا متفائلين على أساس السنة راح تيجي راح نشوف بها خير وتفرج تنفتح الأبواب، بس كل شيء ما صار. نفس احنا عندنا المثل يقول نفس الطاس نفس الحمام، كل شيء نفس الشيء، بس النفوس تغيرت شوية. فكأنما نشلب بهذا، نشلب هالنفسية الحلوة اللي نقدر على الأقل نطرح فتشيل العالم شيء، يعني هو ما راح يوقف في على الحد هذا، لكن لازم نستمر في أنه تكون عندنا في التواصل مع العالم في أي طريقة إن كانت. صحيح، وما في أفضل من الموسيقى أنك توصل لكل العالم، على حسب الكلام اللي أنت كنت تقوله أصلا، وتعبر دائما بأن الموسيقى ما لها حدود وتعبر لكل المحيطات والدول اللي حولنا. تحديدا في 2020 اضطريت أنك تلغي حفلات في بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وحتى السويد والخليج، لكنك عوضت معجبينك بحفلة أونلاين بشهر مايو من المدرج الروماني بعمان بدون جمهور. الحفلات تشكل جزء كبير من حياتك وجولاتك الفنية وصولاتك، وما نستغني عنها بشكل شبه سنوي. شلون قدرت تتأقلم بدون وجود الحفلات اللي مع جمهور؟ والله جدا صعبة طبعا، هي مو موضوع هذه الكونسرت اللي صار اللي نسميه أونلاين، يعني هي إلى مسرح فارغ يعني مسرح يسع إلى 4000 شخص 5000 شخص، مسرح روماني مروا ملايين العالم عليه ومروا وطلعوا وسمعوا وطلعوا، بس أنا يعني من شفت نفسي واقف على هذا الحجر اللي عمره كذا ألف سنة. صحيح، يعني أنا منو بالنسبة لهالدنيا هاي؟ يعني هذا دا يحكي في قصة حياة وتاريخ ومعاني، وهو صامد بكل شيء، شاف أحداث مرت على أحداث فعلا في مطرة و ترابه وكذا، بس مع ذلك هو صامد والعواميد صامدة والمسرح موجود وروح المسرح موجودة أهم شيء. يعني هذا مو قليل، أنه الواحد يوقف ما إنسان ما موجود، لكن موجود حجر وموجود هي معاني هالذكريات هذه اللي هذا الحجر شافها وينطق بها. صحيح، يعني شيء غير قليل، ونعرف انه العالم يعني يتابعونا من كل مكان ويريدون، بعد اكيد احنا نريد نتواصل وياهم باي معاني، يعني انه نقدر نعوض عن هذا الفراغ اللي صار في عند كل انسان. صح، يعني غصبا ما علينا احنا اليوم نبقى بالبيت ونخاف نفتح الباب، لأن ده خافنا ما ده نشوف منين ده يفوت هذا المصيبة الكبيرة هاي، من وين يعني ما ده نعرف من وين، ده يجي من التراب، ده يجي من بالهواء، ده ما معقولة، يعني ما معقولة. احنا في بداية هذا الابدمك اللي صار يعني صارت بالصين، ثاني يوم بالأرجنتين، شلون يعني حتى لو طيارة طارت من الصين نزلت بالأرجنتين هم تلحق تنقل الفيروس، يعني الشيء غير طبيعي والإنسان ما متعود على هالشيء. صحيح، ظروف استثنائية ما عليه، راحت كل الأحلام وراحت كل النوايا في حياة إنسان كان داري يسويها وريد. يعني أنا بالنسبة لشغلتنا لازم أكون في تواصل مع جمهورنا، إذا هو إيش كانوا ويانا بالمسرح أو بالحفلة أو بالكونسرت، وإذا هو قاعد بالبيت لازم نكون متواصلين وياه. صحيح، لأنه ما ننسى فضل الجمهور علينا.
بعد كل هذه هم الأساس حقيقة. بعد كل هذه المسيرة الطويلة لليوم، الموسيقار إلهام المدفعي يهم رأي جمهوره ويهم رضا جمهوره ومتابعتهم له وجوده وكثافة يعني وجوده حتى في الظروف الصعبة. عملت حفلة أونلاين، مع أن ممكن لو نشوف فنانين آخرين ما يضطرون لأنهم يعملون حفلة أونلاين، ولكن أنت كنت متواجد لهالدرجة، يهمك جمهورك الكبير؟ جدا ضروري طبعا، يعني رأي الجمهور ما يكون هو ضروري، لأنه هو الأساس المتابعة في حياة الإنسان. يعني إذا الناس كلها صفق لي لا، هذا ما كافي، يعني هذا ما أعتقد أنه هو الصحيح. لازم يكون في نقد، ولازم يكون في تركيب أنه اللي better times إلى أوقات أحسن وإلى زوايا أحلى وإلى كلمات أحلى وإلى تفاؤل وإلى آخره. هذا الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نتواصل، يعني واحد في داخله هناك إمكانيات كبيرة، لكن الجمهور هو اللي يترجم هذه الإمكانيات بالحقيقة. صحيح، عرفنا أنك كنت تقضي فترة الحجر بالرسم وكتابة الشعر وطبعا الغناء، شنو قصة الرسم؟ وشلون ممكن توصف أسلوب لوحاتك الفنية؟ يمكن هذا الجانب الناس ما تعرفه عنك. والله إذا أحكي لك أنا لوحات يعني أسد خلينا أضحك، يعني أي رسم عيني أحكي لك صح، رسم للحلو لأن ألوان ألوان وخيال، وعندك ريشة، وهاي الريشة ترجم هالمزج الألوان والأشكال. يعني الإنسان خل يرسم نخلة بقلم الرصاص ما يحتاج ألوان، يعني خطوط خط بالطول والسعف وكذا، لكن يعطيك إمبريشن، يعطيك الانطباع على نفسية هذا الإنسان اللي ماسك القلم بيده. ونفس الشيء الشعر، والشعر يعني يترجم هالأحاسيس هذه في هال يسموها اللقاء، في لقاء في يعني بالكلمات بالتركيب الحروف وكذا. نفس الشيء في الأغاني، نفس الشيء في نمط الإنسان، كل شيء عنده إيقاع، والإيقاع هو اللي الإنسان متعود عليه، يعني في خطواته في كلامه في تسلسل حياته اليومية الحياة الأسبوعية كذا كذا كذا. لكن شون أقدر أني أتوالم ويا ظروف، يعني أي لون راح يناسب هالظروف هاي مادي؟ ما عندي لون، عندي impression في وقت معين ويعجبني هالأصفر وهالأخضر وهالكذا كذا، يعني فرضا فهذا شيء، فهذا انطباع دي يصير عندي. فقلت أحسن شيء أعوض عن الشسمة تعبر يعني بالرسم أكثر ممكن. أي نعم، أبي أعرف شلون توصف علاقتك العملية مع ولدك محمد المدفعي اللي يدير أعمالك من 25 سنة، وهل تخططون لأعمال قادمة بما أن هذا الديو يعني مشكل تعاون جدا مثمر وقاعد نشوف فيه أعمال يعني بعد الأغنية الأخيرة؟ إن شاء الله، يعني اليوم حسب ما أشوف أنا الظروف هاي مؤخرا، يعني لازم نركز على الإنتاج لأن ماكو غير شيء. يعني ركز على إنتاج مثلا، يعني عندي أغاني هي كلها جاهزة، بس مثل ما تفضلت يعني الظروف غير شكل، يعني الأغاني مثلا في بنط مكان معين يلا أقدر أسجلها. صحيح، لأنه الـ مو بس الاستوديو، نفس الوقت الـ المهندسين اللي الناس يشرفون على النوع من الإنتاج لازم يكونوا من نوع يعني على الأقل محترفين. صح، على الأقل واحد ما يتعب وياهم، على الأقل يقدرون يساعدونهم في بالتوزيع بكذا كذا بكل شيء. يعني الرأي مهم،
الرأي مهم، وإن شاء الله يعني إحنا ناويين هالموضوع مع محمد ما يقصر. طبعاً هو قام بإنتاج هاي الأغنية البسيطة. لو تشوف يعني ننتقل من البيت إلى الاستوديو يأخذون عندنا ساعة ونص، سيارات وكذا وكذا، يعني لا. العالم في ما نعرف طوشان ما معرف يسموه الريد ما نعرف فعلا، يقول له شو وصلني يعني ساعة ونص إلا وصلت لهنا يعني. فقامت الأشياء صير عندنا يعني طلعة عزيزة، ونعتني أنه نطلع مثلا ربع ساعة نريد نوصل لمكان معين. المهم بس نفس الوقت واحد بسيارة يفوت بخيال معين، ايش راح اسوي وش راح اغني وش راح كذا، وهذه قبل او هاي بعد او هذا يعني ام في شويه بعض ايش يسموها افكار معينه يعني امر بها. احنا والحمد لله اي يعني انا طلعت الاغنيه بشيء بسيط، بس ان شاء الله اكو كم شغله كل جدا مهمه. واعرف انا بالكويت يعني الاغنيه الفولكلوريه العراقيه جدا محبوبه جدا جدا، وجمهورك متعطش يعني لاعمالك دائما. احنا ما ننسى فضل طبعا صالح وداود الكويتي، صحيح، اللي هم اساس الاغنيه الفولكلوريه العراقيه، صحيح، ويعني من مؤسسين دار الإذاعة في سنة 1937، وهذا يعني جزء من التاريخ اللي صار اللي مر بالبلد هذا وبلد ذاك هو. فبس الأغنية يعني تكلم روح الإنسان، تكلم حياة الإنسان، يعني في التوقيت اليومي ومثل ما قلت قبل يعني في، بس الأغنية نابعة من شيء صميم يعني من إنسان من داخل الروح، يتكلم بأشياء عملية في حياته. وحتى الأغنية جت من هذا المعنى الكامل يعني. وشفتها يعني كم مرة احنا بالكويت، وشفت ناس يعني عندهم مكتبات من الأغاني العراقية والفولكلور العراقي، وفعلا افتخر بها يعني انه احنا نشوف شيء من هالنوع. وطبعا الاغنيه الكويتيه لها دور كبير 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 يعني. انا من الستينات كنت بالكويت في بدايه الستينات، وعشت هالاغاني هذه، والى اليوم هي من الاغاني يعني استمرت ولا وصلت الى يعني مفهوم الشباب في حياتهم كيف يترجموا الأغاني وإلى آخره، بشيء جدا مهول وأنا أفتخر به حقيقة. أستاذ إلهام، أنت شهدت على أعمال سواء من فنانين موجودين في الكويت أو في العراق، ومن أعمالك أنت شخصيا من مرحلة ترتيبها إلى أن أصدرت إلى أن تعيش إلى اليوم الحالي وتشوف صداها وإلى اليوم تسمع، ف هذه مسيرة مليئة بالعطاء. احنا جدا شاكرين لوجودك معنا اليوم، ودنا الحديث يطول اكثر واكثر، ودائما انت مرحب فيك عندنا في مارينا اف ام لنعرض كل جديد وكل اخبارك اول باول. انا شاكر لك شخصيا، وهذه ثقة كبيرة انك انت تطلع معنا اليوم في Let's Talk، واذا عندك كلمة اخيرة حاب تقولها فهذا مكانك. شكرا والله، إذا أحكي لك بصراحة عندي يعني أنا فخر أنه تكلمت وياكم، وأعتقد إحنا صار عندنا لقاء لقاءين بعدكم بالمحطة، وشون أجواء حلوة كانت، والهال الدائرة اللي قعدون بها، والعالم يعني واحد يتفرج على العالم في هذا المحل المشرف حقيقة المول. صحيح. ونفس الوقت يعني أشعر أن هناك ناس يعني واحد صوته ما يروح حرامات هنا وهنا وهنا وهنا، بالعكس يعني نريد نتواصل، وإن شاء الله يعني أنا أتمنى أكون بالكويت في وقت معين نقدر
نعيد أي شيء نقدر نسوي أي شيء وكذا. يعني أخواننا هناك ما قصروا ويانا دائما يسألون علينا ويجوا وقسم عندهم سامة ويانا. وفي وقتها يعني ما كنا في المركز الشيخ جابر. الشيخ جابر صحيح. يعني شيء مهول فعلا. أنا شون شعوري في ألبرت هول أي. وشعوري في كوين إليزابيث هول والله العظيم كان شعوري بنفس الشيء إذا مو أكثر. الله. يعني فعلا لأنه كل شيء كان بمستوى على مستوى عالمي على مستوى يعني بكل شيء حقيقة في الأصول في الأخلاق أهم شيء. يعني دخلنا وطلعنا وإحنا معززين مكرمين يعني كنا ما بين أخواننا وأهلنا. وحقيقة يعني أتمنى إن شاء الله يكون عندنا فرصة احنا مشتاقين لوجودك بالكويت واليوم صوتك موجود في الكويت ودائما ما راح يغيب عن الكويت وننتظر منك زيارة ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الظروف الصحية وتشرفنا هني في الاستديو والحفلات اكيد اللي جمهورك متعطش لها عندنا بالكويت. مشكور وايد لوجودك معنا الموسيقار الكبير الهام المدفعي. شكرا لك. اشكرك ممنونك اني الله يسعدك. شكرا لك. شكرا.